فندق الفريش يعني من النوع الممتاز في المنطقة ديال الشمال، باش ما جيتيه لا في النظافة ولا في النقاوة، الحمد لله انتم جيتوا على غفلة، لا في النظافة ولا في النقاوة ولا في البيئة ولا في الهواء الطبيعي ولا في المنطقة ديال التالي ديال البحر، يعني فهمتي الهواء نظيف، يعني العمال نظيفين، استقبال على حقو وطريقو، يعني جمال حاجة اللي كطلبوها، يعني المشروع واجد اللي طلبتي فيه كتلقاها فيه، باش كيجيو ليه الوليدات هنا كنحضر انا بعينيا وكنشوف كنجبر الوليدات من كيتلقاو هنا كتولي عائله وحده، كتولي لا فاميل وحده، كنحضر على الوليدات يعني حتى من بنادم الكبير اللي كيكونوا غيتفرقوا كيتفرقوا بالبكاء على هذه المنطقه يعني العزيزه علينا، وبالخصوص العزيز علينا المغرب ديالنا الحبيب، على جميع المرافق كاينه موجوده اللي طلبوها المواطنين كيجبروها كاينه موجوده، كاين المساعده، كاين يعني فهمتي التسهيلات، يعني كاين الغرف عندنا على كل نوع، عندنا كاين حتى ديال الطبقه الدرويشه اللي بغات تسكن مرحبا والف مرحبا، عندنا الطبقه المتوسطه، عندنا الطبقه العليا، ما علي الله سبحانه لا اله الا الله، يعني هذا الشيء كل شيء مفرح هذه القريه السياحيه، ولكن هذا القطاع السياحي في العالم القروي حنا كنطلبوا التشجيعات ديالو، كنطلبوا يعني الناس المسؤولين يشوفوا فيها يعني غير 50% ماشي 100%، يعني هاد السياحة القروية بالخصوص السياحة القروية، يعني شكون اللي هرسها؟ هرسها يعني السكن العشوائي، السكن العشوائي كيجيو حنا هنا كنكرو الغرفة ب 500 و 600 درهم، وهي حدانا الغرف بريش كلها كتكرا ب 800,000 درهم، ما كاين لا صراص، ما كاين ورق، ما كاين، عطيني الفلوس ادخل تسكن. حنا كنطلبوا من الناس المسؤولين على القطاع السياحي لا في العالم القروي ولا في العالم الحضاري، كنطلبوا يعني المساعده في الدعم، كنطلبوا يعني يتعاونوا معنا على حسب الضوء على حسب الماء، كنطلبوا يعني فهمتي ولا تسهيلات. بالنسبه لي انا مشيت كنطلب الكريدي في البنكات، قال لك انت في 90 سنه ممنوع عليك الكريدي.